محمود ما جيتش ليه النهارده؟ مش طمن عليه؟ ما كانش معاك في اللجنه؟ لا هو شكله العبر بجنبك شكله كده يا عم. لا حد شغال ولا حاجه انت بتهيألي. والله العظيم امبارح من بالليل وبص بقى جنيه بوكس في الشيخ. طب هو التسجيل شغال؟ لا لا لسه لسه. يبقى انا عندي يا شباب، عندي يا شباب ثواني كده بصوا عندي بقى. ها عندي بقى الفرع الاولاني موجود في القاهره. حلو الكلام؟ رحت انا جايب الراوتر بتاعه وجايب كابل السيريا لسه موريه لكم حالا اهو. كابل السيريا اللي بيبقى منه ناحيه سيريال واليمك الكبيره دي اسمها في 35 بلوك الكبير ده. حلو؟ واقوم جايب له الوحده اللي اسمها سي اس يو دي اس يو. ده الاسم العلمي بتاعها. سيركت سيرفيس يونت على داتا سيرفيس يونت. الاسم التجاري بتاعها في السوق او عندكم في الجامعه تلاقوا اسمه ايه؟ اتش دي اس ال. مكتوب عليها كده. ده الاسم التجاري بتاعها. فوق الراوتر على طول، بتلاقيها لازم في الراوتر على طول. الوحده دي جايبه ايه؟ جايلك من سنترال خط النحاس. اللي هم محملين لك عليه مين؟ خط الفايبر اللي انت مأجره منه. حلو الكلام؟ مش احنا قلنا ممكن خط الفايبر ما يوصلكش لحد الجامعه فتضطر تجيب الوحده دي وهم بيدوك خط نحاس من عندهم. خط النحاس ده هناك قبل ما يوصلوهم الفايبر هي برضو عليه وحده زي دي اسمها اتش دي اس ال. واظن ان احنا شرحناها مره في الفيديو. صح كده؟ سي اس يو دي اس يو. تمام. طب احنا بقى في شغلنا مالناش دعوه بالشبكه بتاع المصريه اتصالات. هذا الفرع الاولاني بتاعك اللي موجود في شبين، وده الفرع الثاني بتاعك اللي موجود في السادات. تمام. طيب الاولاني انت حاطط فيه راوتر وجايب وحده سي اس يو دي اس يو موصلها بكابل مين؟ السيريال اهو. ايه سي اس يو دي اس يو؟ اليمة التانية انت ما انت شايف غير مين عندك في الموقع؟ السي اس يو دي اس يو بكابل السيريال وموصله بمين؟ بالراوتر. الشبكة دي بتاع مين؟ بتاع السيرفيس بروفايدر، الراجل اللي انت مأجر منه الخدمة، سواء بقى كان المصرية اتصالات، سواء كان تي داتا، سواء كان لينك، سواء كان أي حد. بيسموا الجهاز اللي بيحدد سرعة اللينك بيسموه ايه؟ بيسموه دي سي اي. ده سؤال جاي في الامتحان. ايه كلمة دي سي اي؟ داتا سيركت اكويبمنت. الجهاز ده يا جماعة اللي بيحدد سرعة اللينك، انتوا عارفين ليه؟ أصل الجهاز ده قبل هناك في السنترال جهاز تاني. فعلى حسب السرعة اللي أنت عاملها الراجل بيبقى كاتب عليه كوماند اسمه الكلوك ريت. هو كام زيرو واحد هيمشي في السلك في الثانية؟ نفس القيمة اللي بيكتبها هنا هو أنت اللي هتظبطها على البتاعة دي، الاتنين بيبقوا زي بعض. فمين اللي بيحدد لك سرعة اللينك دلوقتي؟ المودم. كل المودم اللي في العالم بيسموها دي سي اي. يعني إيه كلمة دي سي اي يا عم باسم؟ يعني هي اللي بتحدد سرعة اللينك يا عم أحمد. ولازما على قد السرعة بتاع الجهاز اللي هو مبرمجه لك هناك في السنترال تكون أنت كاتبها عندك على الإيه؟ على المودم اللي عندك. طب الراوتر بيقولوا عليه جهاز ايه؟ بيقولوا عليه جهاز تيرمينال، داتا تيرمينال اكويبمنت دي تي اي. يبقى في دي سي اي ودي تي اي. الدي سي اي هو الجهاز اللي بيحدد لك السرعه. الدي تي اي هو اللي بياخد السرعه جاهزه. شكل كل الراوترات كل البي سي تيرمينال، تيرمينال يعني حاجه طرفيه. المودمز كلها دي سي اي. فيجي لك في الامتحان يقوم ارسم لك الرسمه دي كده. بصوا جايب لك راوتر وجايب لك المودم وبعدين يقول لك دي الشبكه بتاعت معرفش مين ومودم تاني والراوتر. فين الدي سي اي؟
اهو اللي هو ده وده. فين الدي تي اي؟ الراوترات اهو. حلو الكلام كده؟ ها؟ يبقى اللي بيحدد سرعه اللينك هنا وهنا مين؟ المودم. لان كل مودم من دول قدامه مودم جوه السنترال، انا مبرمجهولك بالسرعه اللي هتمشي لك في الخط بتاعك اللي جاي على حسب ما انت مأجر مني بقى وعلى حسب الاجهزه اللي عندي. حلو الكلام. وقلنا مره قبل كده اخذنا فرق بين الباند ويث والثروبوت والجوبوت والحاجات دي، ما خدناش. نقولها حاجه تمام. في مشكله كده عند حد؟ ها في مشكله كده عند حد؟ طب انا لو في معمل بقى، في معمل يعني ايه؟ يعني عندي راوترين وما عنديش مودم وعايز اوصل لك الراوترين ببعض بكابل سيريال، اعمل ايه؟ ما عنديش مودم بقى دلوقتي. انا قاعد في معمل هنا اهو، الراوترين بتوعي في نفس المكان، هعمل ايه؟ حلو يا عم مفيش مشكله، هنجيب لك الراوتر اهو وده الراوتر الثاني اهو، الاثنين في نفس المكان، مش واحد في موقع والثاني في موقع. وبعدين كابل السيريال في عندنا في الفي 35 اهو، في منه طرف في ميل، وده الاستاندر يا معلم عم محمد، ده الاستاندر الفي ميل الاستاندر. طب والحل؟ اقوم جايب طرف تاني سيريال من اليمة التانية بس في بلوك مين بقى يا معلم؟ في 35 الميل، زي ما انا عامل كده في الكابل ده. انا الفي 35 الفيل والميل اهو، اهو وهاجي اعمل ايه؟ البلوكين دول مع بعض اهو، اهو وهرب. والطرف ده الاولاني في راوتر والطرف الثاني في راوتر. التوصيله دي لو عايز يسموها ايه؟ باك تو باك، من ضهر الراوتر الاولاني لضهر الراوتر الثاني اهي. حلو كده؟ اهو بقى عنده طرفين، واحد في الكانسلر الاولاني في الراوتر الاولاني وواحد في الكانسلر في الراوتر الثاني. يا ابني معمل بعمل لك كلاب هنا في البروسيسور في القاعه يعني. تمام؟ هجيب لك كام فايبر اجرب لك عليه منين دلوقتي؟ حلو كده؟ تمام؟ ها؟ في مشكلة كده؟ طيب. أو ممكن على فكرة لو أنت عندك داتا سنتر جمع فيها راوترات كتير، ممكن يكون في عندك أكتر من موقع، أنت موصل كل المواقع بتاعتك على 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 سايت واحد، فممكن يكون عندك أكتر من راوتر في نفس السايت. فممكن تستخدمها في الواقع، ممكن. تمام؟ طيب. بس هنا في مشكلة عندنا يا دعاء بقى. يا ولاء معلش، هنا عندنا مشكلة. هنا ده جهاز دي تي اي وده جهاز دي تي اي، مين اللي هيحدد السرعه؟ طب كان السي اس يو دي اس يو هو اللي بيحدد السرعه. هنا يا معلم ما عندكش سي اس يو دي اس يو، هاجي على سيريال منهم واقلبه من دي تي اي لدي سي اي. طب اي سيريال؟ لا يا باشا خد بالك، اليمة مين؟ اليمة الفيميل، ان الفيميل هو الستاندر. تمام. يبقى اجي عند واحد فيهم على اي واحد؟ لا يا باشا على اليمة الفيميل، اللي يمة الفيميل اللي متوصل بيه البلوك مين؟ واقلبه من دي تي ال ايه؟ لدي سي ايه؟ بكوماند اسمه كلوك ريت. هنكتب الكوماند ده. يبقى لما تيجي يا معلم تكتب كوماند الكلوك ريت ما تروحش تكتبه عند الدي تي ايه، عند الـ عند الـ عند الميل، تكتبه عند الفيميل. طب انا يا عم محمد لو متوصل راوتر تاني، يعني لو في راوتر تاني هنا خلاص، هجيب واحد ميل برضو وواحد في ميل اهو، وهخلي واحد في اللينك ده دي سي اي، مين فيهم بقى؟ اللي هاجي هنا كده هكتب كلوك ريت. ايه ده؟ يعني انا على كل لينك بخلي واحد دي سي اي واحد تي اي، مش على الراوتر، على كل لينك. على كل لينك يا معلم. تمام؟ ويبقى يمه الفيميل على كل كابل في الوان واحد دي سي اي وواحد دي اي. حلو الكلام كده؟ في مشكله عند حد؟ ها تمام؟ طيب احنا خدنا المره اللي فاتت ها بالصلاه على النبي كده قلنا ايه؟ عشان نعمل كونفجريشن للراوتر في عندنا ثلاث طرق. ايه هما بقى؟ حد يقولهم لي؟ احنا قلنا الانترفيس الاول نوعين. نوع اسمه داتا انترفيس، ونوع اسمه مانجمنت انترفيس. فاكرين؟ الداتا انترفيس اللي قلنا عليها ان في نوعين منها، اللان ومين؟ والوان. اللان اللي هو مين؟
الايثر نت والوان اللي هو مين السيريال. طب المانجمنت انترفيس قلنا منها ثلاث انواع كونسول وايه يا اخوي واوكسيلري والفيديو واي. هذا الكونسول اهو يعني الكونسول لو الراوتر اهو السويتش هذا الكابل مكتوب عليه الكونسول او الازرق اهو حلو كده. الاوكسيلري تحت على طول اهو بس بالاصمع بس عشان اوصل بالاوكسيلري يبقى لازم لي ايه خط التليفون ومودم. طب الفيديو واي فين؟ مين بقى عشان يقول لي الفيديو واي فين؟ لا انا مش متوصل ده حاجه فيديو واي حاجه فيرشوال حاجه بالكوماندات هعملها مش موجوده على الراوتر. حلو الكلام. يبقى انا عشان اوصل واعمل كونفيجريشن للراوتر يعني ثلاث طرق لا اما عن طريق الكونسول وده محتاج بس مين كابل الكونسول. الاوكسيلري شفناه بس ده يا معلم محتاج ايه مودم زائد خط تليفون. طب الفي تي واي ده حاجه فيرتشوال لو بعد ما بخلص كل الناس بتشتغل فيرتشوال بقى مش لسه اروح افتح الكابينه واوصل بكابل في طول. لا من على اي جهاز جوه الشبكه اقدر الكونفيجريشن الراوتر بس لو يكون معايا اليوزر نيم والباسورد فوق خلاص خلصت تمام كده. حلو الكلام. الكلام كده في مشكله ها. طب تيجي نجيب راوتر بقى ونبدا نكتب فيه الكوماندات بتاعتنا. تعال نجيب راوتر بقى اهو. لو انا جيت فتحت الايه الباكت تريسر اهو لازم بقى تبداوا من النهارده تشتغلوا على الباكت تريسر. لا العيب ان انت ممكن يكون انت قول له بقى انت يا مصطفى قول له باش انا نتكلم قول له انت يا مصطفى ده الراجل ده انا حيف عنك بالعافيه والله بص بص كده يا محمد ادي كابل الكونسول اهو يا شباب ادي كابل الكونسول اهو وجيت وصلت هنا بيه بالكونسول اهو حلو وجيت فتحت اهو ديسكتوب المفروض اعمل كده فين يا عم التيرمينال اهو ده البرنامج اللي خدناه المره اللي فاتت فاكرينه واقول له اوكي. ايه يا عم ده مش شغال اهو ده واقف جه عندك كده ها جه عندك كده. لا انا جيت من لما كنت موصل الراوتر باكسات قلت بقى الراوتر نفسه ما فيش بتخش على الراوتر نفسه صح كده يعني كده يعني كان واقف كده ما كانش بيكتب حاجه صح اهو صح كده. لا احنا قلنا لما نيجي نكتب الكوماندات يا عم محمد نكون واحنا مش واقفين في السيميوليشن نكون واقفين في الريال تايم. الريال تايم دي اللي بكتب فيها الكوماندات. السيميوليشن عشان نشوف النتيجه بتاعتي تمام اهو انا واقف في الريال تايم ابدا اخش بقى. حلو الكلام. بس قبل ما يبدا بقى انا عايز اوريه لكم هو بيبدا يعني هنوريه بس كده. شايفين الراوتر هو بيبدا تلاقي فيه شبابيك 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 كده. انتوا عارفين الشبابيك دي معناها ايه؟ معناها ان الراجل بيفك الاي او اس من الفلاش يحطها جوه الرام. نسخه الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر يا جماعه نسخه الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر بتبقى نسخه مضغوطه بيبقى ملف باي اسم باي اسم اكس واي زد دوت بن. موجود فين الملف ده؟ موجود على الفلاشه بتاع الراوتر. هوريكم اسمه دلوقتي. بن دي يا جماعه يعني النسخه باينري. باينري يعني مضغوطه حاجه مضغوطه كده. اول ما بتشغل الراوتر بتاعك بيحصل لها اكستراكتنج. اكستراكتنج يعني ايه يا جماعه؟ فك او بيسموها ساعات دي كومبريسنج فك الضغط اهو. اول ما تشغل الجهاز يقوم النسخه دي مفكوكه مرميه فين؟ في الرام. في الحاله دي بيظهر قدامك ايه؟ الشبابيك اللي انت شايفها دي اهو. او لو انت بتشغل على سويتش تلاقيه باين لك كده ات. عارفين الات اللي هي بتاع ات ميل اهي. لو انا على راوتر شبابيك لو انا على سويتش ات اللي هي بتاعت الميل دي. تعالى كده نشوف اهو هو فك خلاص اهو يا عم ها
هو فين يا عم؟ هو كان بيفك اهو. بيقول لك البرنامج ايه؟ سيلف ديكومبريسنج ذا مسج. شايفين الراجل كان بيفك النسخه المضغوطه، ما هي ايمج، ايمج يعني نسخه مضغوطه. بيفكها منين يا جماعه؟ من الفلاشه، يرميها جوه الرام. فالشبابيك دي كانت معناها كده. اول ما بتخش على الراوتر افكركم بايه اللي كان بيحصل المره اللي فاتت. خلينا انا اجدع منك يا عم احمد، ماشي؟ خلينا انا اجدع منك، تعرف تقولهم طلع انت اجدع مني. طيب ماشي. ها، كان اول حاجه الراوتر بيفتح حاجه اسمها البوست. البوست دي كانت بتبقى موجوده في الروم، كان بيروح يعمل المكونات بتاعه الهارد بتاع الراوتر، تشيك عليها. وبعدين بعد البوست دوت كان بيفتح حاجه اسمها البوت ستراب. البوت ستراب ده كان برضو موجود في الروم. فايدته ايه؟ ان هو يروح يحدد مكان الويندوز بتاعك، الاي او اس بتاعك. انا بقول ويندوز كده مجازا على فكره، مش حاجه اسمها ويندوز، الاي او اس سيسكو. بيروح يحدد الاوبريتنج سيستم بتاعك موجود فين، في فلاشه ولا في اف تي بي ولا ايه بالظبط، ويفتحه. ده البوت ستراب. بعد ما فتحت الاي او اس يبدا الاي او اس. الاي او اس بيفتح منين؟ من الفلاش. او ممكن يكون الراجل حطه على ايه؟ على تي اف تي بي سيرفر. طيب بعد ما نفتح الاي او اس، الراجل يروح يحمل حاجه اسمها ستارت اب كونفيجريشن فايل، ملف البرمجه. ستارت اب ايه ده؟ بيبقى موجود فين يا معلم؟ ان في رام. طب لو مش موجود في ان في رام، احتمال يجيبه منين؟ من تي اف تي بي سيرفر، صح؟ طب لو ما لقاش الكونفيجريشن فايل، كان بيفتح لك حاجه اسمها ايه؟ سيت اب مود، اللي هو شويه اسئله يس او نو. ده لو الراوتر جديد او الراوتر الكونفيجريشن بتاعته اتشالت من عليه. هو ده اللي حصل معانا بالظبط، او احنا بنشغل راوترك منه راوتر جديد، ففتح لك حاجه اسمها كونفيجريشن ديالوج. تحب امشي معاك اساعدك وانت بتعمل كونفيجريشن للراوتر؟ هيقعد يقرفك بقى بالاسئله. لو عايز تنفضه تعمل ايه؟ تقول له ان كده نو وانتر. يبقى المود اللي هو بتاع يس ونو ده ايه يا جماعه؟ منك انت ما عملتش كونفيجريشن قبل كده على الراوتر، فهو عايز يقعد يمشي معاك خطوه بخطوه، يقول لك انت ايه؟ تعالى نعمل كذا، تعالى نعمل كذا، تعالى نعمل كذا. لو مش عايزه يعمل الكلام ده تقول له ايه؟ نو وتطلع منه. الراوتر بتاعنا لما تخش جواه بيحتوي على أربعة مود. أربعة كام؟ أربعة مود، تمام؟ الكلام ده يذكر النهاردة. أربعة مود، إيه هما المودات بقى بتاعت الراوتر؟ تعال نشوف كده. الكونفيجريشن مود، كونفيجريشن مود. خلاص كنا دخلنا كده، تمام. اول مود عندنا مود اسمه يوزر اكسكيوشن مود. مود اسمه يوزر اكسكيوشن مود، تمام. تاني مود عندنا اسمه البريفليج اكسكيوشن مود. تالت مود عندنا اسمه جلوبال كونفيجريشن مود. رابع مود عندنا اسمه السب كونفيجريشن مود. يبقى كام مود هما؟ أربعة. وكل مود له الاستخدام بتاعه والكوماندات بتاعته. هتلاقي الموضوع عليك صعب في الاول، بس اللي ما يمشي معايا بايديه، مش هيمشي معايا بايديه في الكوماندات، شكرا. الكورس هيخلص وما يعرفش الكوماندات. لازم تكتب مره واثنين وثلاثه وتشد في شعرك وتنتحر مره واثنين وثلاثه وكده، لازم يعني. ده شيء واقف، تمام كده؟ اه. طيب اليوزر اكسكيوشن مود يا جماعه بيبقى الرمز بتاعه ايه؟ بيبقى الرمز بتاعه يا معلم، ها احفظ بقى، راوتر اكبر من. طب البريفليج مود راوتر شباك، اسئله جايه في الامتحان كل ده. طب الجلوبال كونفيجريشن مود، المود بتاعه راوتر ما بين قوسين كونفيج،
شباك. طب الصب بيبقى راوتر كونفيج اي حاجه اكس دي يعني اي حاجه شباك. يبقى كل مود بيبقى له يا معلم الرمز بتاعه. اربعة مود بالرموز بتاعتهم. حلو. اول مود اليوزر اكسكيوشن مود، ليميتد مود كانك قاعد على بي سي عادي، كوماندات محدوده جدا ما تعرفش تعمل عليه اي حاجه خالص، حتى بين من اسمه يوزر المود بتاع المستخدم، كوماند بينج، كوماند كونكت، حاجات كده بسيطه كده يعني ملهاش اي لازمه. طب عشان اخش من المود الاول للمود الثاني اكتب ايه؟ عشان تخش يا معلم من المود الاول للمود الثاني تكتب كوماند اسمه انيبل وانتر. ها انيبل وانتر، كل شويه وينزل الماوس كده لان الجهاز بيحصل له ستاند باي، تمام؟ يعني كل فتره يعني انيبل. يبقى عشان اخش من المود الاول للمود الثاني بكتب ايه؟ انيبل. خد بالك عندنا بقى الحاجه الجميله خالص ان في عندنا فيتشر اسمها اوتو كومبليت. ايه اوتو كومبليت؟ ممكن تكتب له اول حرفين من الكوماند وتكتب زرار تاب زائد التاب هو يكمل لك الكوماند، يقوم كاتب لك انيبل. يعني ايه؟ يجيبها لك بس انت تكتبها بقى ترجع تكتب. انا قصدي انت بتكتب يعني ايه؟ انا واقف في المود الكام دلوقتي يا جماعه؟ الاولاني خالص. تمام؟ ممكن اعمل كده اي ان، انا مش حافظ الكوماند، زرار تاب، عارفين التاب؟ اهو التاب بتاع الكيبورد ها اللي فوق الكابس لوك اللي فوق الحروف الكبيره والصغيره، تمام كده انيبل ها وانتر، راح مدخلك على المود الثاني. عشان اطلع من اي مود للي قبله بعمل زرار اكزت، كوماند اسمه ايه؟ اكزت اهو. لا الحاجه الظريفه كمان انا مش عارف الكوماند ايه، ممكن اعمل كويتشن مارك علامه استفهام اهو، قال لك والله المود ده دي الكوماندات اللي عليه الصفحه دي، ها دي الكوماندات اللي ايه اللي عليه. طب انا مش عارف بعد الاي ايه اكتب ايه، ممكن تعمل كويتشن ايه مارك، قال لك انا في عندي كوماندين بيبداوا باي، واحد اسمه انيبل واحد اسمه اكزت، عشان عملت ايه وبعدين عملت استفهام، يعني بتقول له بعد الاي انكتب ايه. طب انت لو جيت كتبت ايه وعملت تاب، لو عملت تاب للصبح ما يجيبلكش حاجه. ليه بقى؟ لان هو عنده اثنين بيبداوا بالاي فمش عارف يجيب لك اي واحد فيهم. فانت لو بالظبط، فانت لو قلت له ان وتاب يكتب لك انيبل. طب لو كتبت له اي اكس وتاب اكزت. الله يكرمك. سهل بقى اقدر اجيب الاوامر اللي انا كتبتها قبل كده ولا؟ بالايه؟ بالاسهم يعني. انا كتبت كام؟ كتبت انيبل قصدك كده؟ يعني مثلا كتبت ايه؟ بالهيستوري. هنقول لك دلوقتي حالا ازاي، تمام كده؟ يبقى انيبل اهو يا جماعه ودخلت على المود الثاني. المود الثاني بقى يا معلم، المود الاولاني كان ليميتد قوي. المود الثاني المود الثاني بيسموه البريفج اكسكيوشن مود، او احنا بنسميه التي شوتينج مود. التي ايه؟ شوت، ايوه التي شوتينج مود. التي شوتينج مود ايه؟ التي شوتينج مود اللي هو مود الصيانه، كل الكوماندات بتاعت الصيانه او بتاع الترابل شوتينج، التي شوتينج يعني صيانه، كل كوماندات الصيانه بتتم على المود الثاني، وعشان كده يا معلم مسمينه الترابل شوتينج مود او التي شوتينج مود. التي شوتينج مود اقوى من المود الاولاني، عليه كوماندات اكتر من الاولاني. طب اعرفها ازاي؟ حضرتك ممكن تيجي كده وتعمل كويتشن مارك، ادي اول صفحه بيقول لك في مور تحت اهو، اعمل مسطره تاني صفحة عليه صفحتين كوماندات. على فكرة هو عليه أكتر من كده بكتير، بس إجمالا شغالين على الباك تريس مش عليه كل الكوماندات، تمام؟ طيب المود التالت بقى، المود التالت هو اسمه جلوبال كونفجريشن مود. جلوبال كونفجريشن مود اللي انتوا شايفينه ده جلوبال كونفجريشن مود اللي هو المود التالت ده. ايه الجلوبال كونفجريشن مود ده؟ ده المود بتاع البرمجة،
بس حتى باين من اسمه جلوبال. يعني ايه كلمه جلوبال؟ يعني البرمجه العامه بتاعه الراوتر. يعني عايز اغير للراوتر الباسورد بتاعه يبقى من المود ده، عايز اعمل مثلا اغير اسمه من على المود ده، عايز اعمل حاجه عامه على الراوتر من على المود ده. طب اخش ازاي من المود التاني للمود ده؟ بكتب كوماند اسمه كونفيجر مسافه تيرمينال. يبقى عشان اخش من المود الاول للتاني بكتب انيبل، عشان اخش من المود التاني للتالت اكتب ايه؟ كونفيجر مسافه تيرمينال. تعالى كده نشوف مع بعض اهو. جيت هنا على الراوتر ده وقلت له كون سي او تاب مش راضي يكمل. طب او تاب مش راضي يكمل لان في كوماندات بتبدا بسي او. طب سي او ان تاب مش راضي يكمل. طب اف كمل. ليه؟ لان كان في عندنا كوماند اسمه كونكت مع الكونفيجر فمش عارف يكمل. طب بعد الكونفيجر هكتب ايه؟ انا مش عارف. يبقى كويتشن مارك. في عندك تيرمينال اهو كونفيجر تي وتاب راح مكمل لك الكوماند لان مفيش غيره وانتر. احنا دخلنا على المود ايه؟ تالت. الرمز بتاعه حلو. سيبك كل مود عليه ايه لسه هنتكلم، بس دخلنا على المود التالت اهو. طيب بعد كده يا جماعه في كوماند اسمه ايه؟ السب كونفيجريشن مود اهو بالظبط. ده انا بقى عايز اخش ابرمج حته جوه الراوتر، احط اي بي لانترفيس معينه تمام كده، اقفل الكونسول بباسورد. عايز اخش ايه يا جماعه؟ ابرمج جزء من الراوتر. عايز اكتب راوتنج بروتوكول معين. يبقى انا مش عايز اطبق برمجه على الراوتر ككل، لا ده انا عايز مثلا احط اي بي لانترفيس، لا ده انا عايز اقفل الكونسول بباسورد. انا عايز ابرمج حته من الراوتر، وعشان كده بيسموه ايه؟ سب كونفيجريشن مود. اه طبعا الفيلان دي جزء من الراوتر او جزء من السويتش اسف، برضو نفس الكلام. في حد عنده مشكله كده؟ ها لحد كده في مشكله؟ تمام. طيب ازاي اخش على المود ده من المود الثالث للرابع؟ على حسب الكوماند اللي انت هتكتبه بقى. في كوماندات كتير. يعني لو انا عايز اخش جوه انترفيس بعينها اعمل ايه يا عم؟ ممكن تكتب انترفيس واسم الانترفيس ورقمها. هدخل لك جوه مين؟ جوه الانترفيس فاصل 0 على 0. بدل الاكس حاطط لك ايه؟ اي اف، يعني انت جوه الانترفيس دي دلوقتي. اي كوماند هتكتبه هيتطبق على مين؟ على الانترفيس دي. تمام؟ وهناخد الكوماندات تباع. طب انا لو عايز اطلع بقى اكزيت. بس اكزيت بيطلعك خطوه بخطوه. فقاموا عاملين كوماند اسمه اند. لو انت عايز تطلع من اي حته تروح للتاني. للتاني لان التاني ده مهم بتاع الصيانه. اهو بس انا لو هطلع من الرابع للتاني هعمل اكزيت مرتين. اكزيت هتطلعني من الرابع للتالت، واكزيت هتطلعك منين؟ من التالت للتاني اهو. ما انا كنت اهو كونفيجر وانا مش كنت هنا انترفيس فاست 0 على 0 صح؟ مش كنت في الرابع هنا؟ شوف عملت اكزيت راح مطلعنا للتالت، اكزيت راح مطلعنا لمين؟ للتاني. طب انا عايز اطلع مره واحده اند. لا اند بيطلعك للتاني في اي مكان بقى خلاص. يعني اكزيت بيطلعك خطوه بخطوه، اند بينططك من الرابع للتاني على طول. حلو الكلام كده؟ يبقى كده يا جماعه كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 0. انا ممكن يا جماعه اعمل اند او اعمل كنترول مع زد. هي اند اهو كنترول مع زد. راح رميني فين؟ في التاني. تمام. يبقى علشان اطلع وان ستيب بعمل ايه يا جماعه؟ اكزيت اهو. يعني لو واقف انا في اول مود اللي هو اليوزر اكسكيوشن مود، اللي بعده مين؟ اليوزر بريفليج، اللي بعده مين؟ ها الجلوبال كونفيجريشن، اللي بعده مين؟ السب كونفيجريشن. انا لو عايز اخرج خطوه بخطوه هعمل ايه؟ اكزيت اهو خطوه بخطوه. لو انا على الرابع طلعنا بس. طيب لو انا بقى عايز اطلع من هنا من الرابع للتاني، او انا واقف على التاني برضو او التالت عايز اروح للتاني، اي مكان اروح للتاني يبقى اند او كنترول زد.
حلو. بس هو لما بعرف ان لو جه عندنا هنا الصفحه دي معمول باور زين علامه الباور وبعد كده زين، ما الباور دي ليها كنترول يعني. تمام، يعني لو كتبت باور زد برضه هتبقى عامل كده. ايه كتبت باور زد يعني؟ مش اللي هو قص يعني شيفت بوس وهتعمل شيفت مع 6 وبعدين ترجع تعمل زد؟ لا كنترول زد. تمام كده؟ في مشكله كده عند حد يا جماعه؟ في مشكله كده عند حد؟ خلاص الحاجات دي فيها مشكله. طيب اول كوماند اللي باخده بقى وانا قاعد على الراوتر، انتوا ايه في حاجه ولا ايه؟ عندك بعد كده بص كده ما بقدر يا عم والله بقدر بص والله ها تعالوا كده نشوف بريك يا عم. اول كوماند عندنا يا جماعه لما بنقعد على الراوتر، اهم كوماند عندنا لو انا عايز اشوف السبيكس بتاع الراوتر اللي انا قاعد عليه. يعني ايه السبيكس؟ المواصفات، الرام قد ايه، البروسيسور قد ايه، الانترفيس نوعها ايه، الاي او اس الفيرجن بتاعه ايه. عايز اعرف كل المعلومات بتاع الراوتر. في كوماند مشهور اسمه شو مسافه. خد بالك كل كوماندات الشو دي، شو دي عيله كبيره جدا على سيسكو. شكل بالظبط كوماندات اسمها ديسبلاي على هواوي. هو ده شو ديسبلاي. الشو دي بيجي وراها يجي 50,000 كوماند. لو انت عايز تشوف الفيرجن بتاع الراوتر او تعرف كل حاجه عن الراوتر انت قاعد عليه، بتعمل كوماند اسمه شو فيرجن. اول كوماند خدناه بقى شو فيرجن، شو مسافه فيرجن، ومكتوب منين يا معلم؟ على المود الثاني. ركز بقى على شكل المود ده، المود الايه؟ الثاني. يعني انا لو كنت واقف في الاول بره خالص اهو، لازم انا اعمل انيبل واخش على الثاني واعمل ايه؟ شو فيرجن. قال لي بقى كل المعلومات على الراوتر. طب ايه عامل ايه؟ الاول خلاص انزل شو اللي عملت ايه؟ عملت انيبل. اعمل انيبل عشان اوديك على الثاني الاول. هعمل انيبل عشان اوديك الاول داخل. عاوز اجيب الكونفجريشن اللي هخش عليه. عايز اجيب المود اللي هخش عليه مش الكونفجريشن. عاوز اعمل كونفجريشن. تمام. بكتب شو. لا شو هي بتعرفك المعلومات بتاعت المواصفات. فالكوماند بتاع الشو فيرجن ده بينكتب على المود الثاني. تمام. فانا كنت واقف على الاول عشان تخش من الاول للثاني اكتب ايه؟ انيبل. بعدين شو فيرجن اهو. ما كانش ينفع اكتب شو فيرجن ده على المود الاولاني. شو فيرجن ما ينفعش اخش لان الكوماند ده مش عليه. تمام. كل المود ليه الكوماندات بتاعته يا عم باسم. حلو. فانت بتحفظ الكوماند بالمود بتاعه. حلو الكلام كده؟ طيب انيبل وبعدين شو مسافه فيرجن وبعدين راح جايب لي كل الكونفيجريشن اهي، كل المواصفات بتاع الراوتر. ايه مش فاهمين حاجه يا عم؟ تعالى يا عم اما نشوف كده، ناخد ده كده في المود باد ونشوف ايه اللي هو كاتبه ده. كوبي اهو. في حد بيقطع ويرجع تاني؟ تمام. او الاجهزه بتفصل ما علينا. خلاص يا جماعه عشان نبدا بقى. بصوا اول ما عملت شو فيرجن راح قايل لي ايه؟ والله انت الفيرجن اللي انت شغال عليه سيسكو اي او اس 2800، شغال على راوتر 2800. حلو الكلام. اسم نسخه الاوبريتنج سيستم فاكرين اكس واي زد؟ ها ايه ده؟ لما اعمل شو فيرجن هيقول لك انت عندك ايه؟ سيسكو اي او اس 2800، انت قاعد على راوتر 2800، نسخه الاي او اس بتاعته 2800 ان ام ادفرتايز، ده اسم الملف بتاع الاي او اس اللي جوه الفلاش. الفيرجن بتاعه 12.4. 12 ايه؟ 0.4. حلو الكلام. مين اللي عامله؟ سيسكو اهو. اي معلومه عايزها تاخدها من سيسكو. سيبك من كل الكلام ده ملوش اي لازمه اهو، خش على السايت بتاع سيسكو ما اعرفش ايه. قال لك موجود في الروم برنامج اللي هو البوت ستراب، فاكرينه اللي كان بيحدد الاوبريتنج سيستم موجود فين عشان يفتحه. البوت ستراب ده رقمه 12.1 برضه اللي عاملاه سيسكو.
ما علينا. نسخه الويندوز اللي موجوده جوه الرامه جوه الفلاشه اهي شايفين في الاخر دوت ايه دوت بن نسخه مضغوطه موجوده في الفلاش. والله البرودكت دوت معمول لسيسكو يا ريت ما تخشش على ما اعرفش ايه والكلام ده الكلام ده كله كلام ايه قضى اللي هو الكلام ده كله اهو. احنا قاعدين على راوتر سي 2800 زي ما احنا قلنا الموديل بتاعه بقى من 2800 ما 2800 ديت سلسله اللي الموديل بتاعه كام 2800 وكام 11. الميموري بتاعتك لو انت جمعت الرقمين دول يدوك مساحه الرام. يبقى لو جات لك في الامتحان يقول لك مساحه الرام قد ايه تجمع الرقمين دول. طب الرقم الاولاني هو فيه ايه والرقم الثاني فيه ايه؟ الرقم الاولاني اي سوفت وير شغال على الراوتر شكل الاوبريتنج سيستم البلاط بتاع الاوبريتنج سيستم والتيبل الراوتنج تيبل والكاش تيبل والارب تيبل والحاجات دي كلها موجوده في الجزء الاولاني. يبقى ده فيه التيبلز وفيه الراننج اي او اس. الاي او اس اللي ايه اللي شغال الملفات بتاعه الاي او اس المرميه جوه الرام. طب والجزء الثاني بيحتوي على ايه؟ الجزء الثاني احنا بنسميه البفر. مش الراوتر يا جماعه بيبقى له بورتات اهو الراوتر له بورتات له بورت هنا ولو بورت هنا ولو بورت هنا اهو. فلما يجي باكت من البورت ده عايز يخرج من البورت ده على ما الراوتر يعرف ان هو خارج من هنا ويحط له ماك جديد وبتاع جديد هيخزن الباكت دي فين؟ في الجزء بتاع البفر. لما يجي له باكت من هنا عايز يخرج من هنا يخزن ده فين؟ في الجزء بتاع البفر. ما هو الراوتر عباره عن راوتنج موجه يجي له باكت من يمه يدور هو اي فتحه من بتوعه ينفع يخرج منها الباكت. طب هو بيعرف من انهي فتحه يعرف يخرج منها الباكت؟ من جدول اسمه ايه؟ الراوتنج تيبل. من جدول جواه اسمه الراوتنج تيبل. حلو الكلام؟ في حد عنده مشاكل في الكلام ده؟ تمام. يبقى انا في عندي جزئين عندي. جزء اسمه اللي انا بحط فيه الرننج كونفجريشن والتيبل وجزء اسمه البفر. اللي بحط فيه الباكيتات على ما تخرج. الراوتر ده هو يا شباب عليه اتنين فاست ايثرنت عليه فتحتين فاست راكبين دلوقتي فيه. انا ممكن ازود عليه فتحات زي ما انا عايز مفيش مشكله بس هو عليه دلوقتي ايه اتنين فاست ايثرنت. طيب مساحه الان في رام بتاعته كام؟ 239 كيلو بايت مساحه الان في رام. طب مساحه الفلاشه بتاعته كام؟ حوالي 62 ميجا اللي هو 62 وشويه كيلو بايت. صح كده؟ كل المعلومات بتاعت الراوتر قدامك اهي. انت شفتها. طيب عايز اغير اسم الراوتر. عشان تغير اسم الراوتر في عندنا كوماند اسمه ايه؟ ها عايز اغير اسم الراوتر ده اهو. لا هنقول اهو بقى. عايز اغير اسم الراوتر من كلمه راوتر لشبين. قال لك تخش على المود التالت اللي هو جلوبال كونفجريشن. مش هتغير اسم الراوتر كله؟ الرابع ده الصب بعمل ببرمج جزء من الراوتر. مثلا بالظبط انا ده انا عايز اغير اسم الراوتر بالكامل فخش جوه الانيبل الاول راح مودينا للتاني. عايز اخش جوه التالت يبقى كونفيجر مسافه تيرمينال. عايز اغير اسمه الكوماند اللي بيغير الاسم اسمه ايه؟ هوست نيم. واديله الاسم اللي انا عايزه شبين. فاسم الراوتر عندك من راوتر لمين؟ لشبين. ده تاني كوماند خدناه النهارده اهو. يبقى تاني كوماند عندنا يا جماعه عشان اغير اسم الراوتر بكوماند اسمه ايه؟ هوست نيم واسم الراوتر. حلو الكلام؟ طيب الراوتر بتاعي ده اهو عايز اقفله بباسوردات. هو الراجل ممكن يخش لك على كام فتحه؟ يخش الراوتر ده عن طريق كام فتحه يبرمجه؟ ثلاث فتحات صح؟ مش احنا قلنا الراجل ممكن يعمل مانجمنت للراوتر يدير الراوتر ده بثلاث فتحات اهو مانجمنت اللي هم ايه؟ اللي هم كونسول ها؟ ها؟ الفي تي واي والاوكسيلري
هم دول الثلاث فتحات اللي الراجل ممكن يخش لي من عليهم علشان يبرمج لي الراوتر. عايز اقفلهم بباسوردات عشان ما حدش يخش عليهم الا لو عارف الباسورد، يعني حد عشان ما حدش يروح يفتح الراوتر ويقعد يبرمجه. باسم جاب كابل كونسول وايه، واول مره يشرح على الراوتر فرحان وتك داخل برمج الراوتر، عايز اقفل بباسوردات. اقفله ازاي بباسوردات؟ الفتحات دي يا جماعه ما بنسميهاش انترفيس بقى، بنسميها لاين. يبقى الفتحات دي بسميها ايه؟ لاين. يبقى الفتحات اللي بستخدمها عشان ابرمج بيها الراوتر بستخدمها لاين، اسمها لاين، بسميها لاين. اخش عليها ازاي؟ وانا واقف على المود الثالث على جلوبال كونفيجريشن بتاع الراوتر، بكتب لاين نوع الفتحه بتاعتك وبعدين رقمها. يا عم ده انا ما عنديش غير فتحه كونسول واحده زيرو، بعد كده لو في راوترات هيعملوا عليها فتحتين يبقى واحده زيرو واحده واحد. الراوتر هو بيحددها عليها؟ اه تمام، زيرو هي اسم الفتحه الواحده زيرو، فما فيش غير فتحه واحده كونسول وفتحه واحده اوكسيلر ورقمهم الاثنين صفار. طب هم اللي عاملين كده ليه ما اكتب لاين كونسول زيرو وخلاص، لاين كونسول وخلاص يا عم؟ قال لك لا، ممكن بعد كده يعملوا فتحات جديده كونسول. زيرو واحد اثنين كده كده تمام. طيب انا كده جوه فين يا جماعه؟ انا كده جوه المود الرابع صح؟ جوه مين؟ جوه الكونسول زيرو صح؟ انا كده جوه المود الايه؟ الرابع. جوه مين؟ جوه الكونسول زيرو. شايفين المود الثالث رمزه ايه؟ كونفيجر بس. انما هنا يا معلم بيقول لك انت جوه المود الرابع دلوقتي. طب انا جوه المود الرابع بتاع مين بالظبط؟ بتاع الكونسول اهو. طيب اكتب باسورد وادي له الباسورد اللي انا عايزها اساس ان ايه، وبعدين كلمه لوجن وانتر. بس انا عملت كده باسورد على الكونسول. تعالى ناخد ده كوبي كده ونحط في النوت باد اهو. لاين كونسول زيرو باسورد معرفش ايه، اي باسورد انت عايزها بقى، محمود احمد متولي اساس ان ايه 1 2 3 4 لوجن. تعال نخش كده لو واحد بيعمل ايه كده وعمل كنترول زد خرج بره واكزيت خرج بره خالص وجي يخش اساس ان ايه. طبعا ما فيش بقى نجوم ولا دباديب ولا حاجات بتبان صح الكلام عشان ما حدش يعرف انت كتبت كام حرف، سيس ان ايه وخلاص في الفاضي تمام اهو. اكزت تاني مره اهو وانا داخل اكتب باسورد. شايفين انا بكتبها غلط ها اهو، شويه يدخلني اهو سيس ان ايه بيطلع ثلاث مرات يعمل سسبند ويرجع تاني. في بقى كوماندات سكيورتي بعد كده ان شاء الله ممكن اقول له اقفل الراوتر لو حاول ثلاث مرات في 60 ثانيه اقفل له الراوتر. لا اقفل له الراوتر ما يخشش خالص. تمام كده غير لما انا كادمن اخش له عليه وافتحه بالكونسول. تمام كده؟ ها انيبل حلو كونفيجر ترمينال. طب انا بقى لو داخل بالفي تو واي او الاوكسيلاري نفس الكوماندات والله، بس بدل كلمه كونسول احط او يو اكس، بدل كلمه اوكسيلاري احط في تي واي اهو. بصوا لاين اوكسيلاري زيرو، هو جوه اللاين دلوقتي بس جوه مين؟ الاوكسيلاري. اه احط له الباسورد اخليها او يو اكس 1 2 3 لوج. انا كده قفلت كمان الاوكسيلاري باسورد اهو. حلو الكلام؟ طيب الفي تي واي لو حد داخل من بعيد على الراوتر مش عايز يخش ما يخش لما يكون معاه الباسورد، اعملها ازاي؟ اجي هنا كده وهنعملها عملي دي ان شاء الله بعدين. اكزيت لاين في تي واي، انت عندك 16 بورت فيرشوال، يعني ممكن تاكتف على الراوتر 16 بورت وهمي وتخلي 16 بني ادم يخشوا على الراوتر ريموتلي من بعيد، كل واحد يبرمج الراوتر حاجه معينه. اصل احنا في الشركه بيبقى في تيم للسكيورتي، في تيم للفويس، في تيم للشبكه العاديه، فكل واحد عايز يكون معاه يوزر نيم وباسورد يخش يبرمج الراوتر على حسب ما هو ايه عايز. فانا بعمل كده لاين في تواي من زيرو مسافه 4
انتوا عارفين كده الاكتيفيتي كام لينك فيرتشوال؟ 5 0 1 2 3 4 ماكسيمم عندك كام؟ 0 مساله 15. اهم حاجه اكتب اول رقم واخر رقم، مش شرط 0 يعني، ممكن تكتب ايه من 1000 ل 1016 1015 بس اهم حاجه عددهم كام؟ 16 رقم. يعني كده اكتفت 5 باسورد في تي واي 1 2 3 4 وبعدين لوجين. خد ده كوبي كده وحطه فين؟ في الفي تي واي اهو. كده انا قفلت الثلاث طرق بتوعي ان ازاي الراجل يقدر يخش على الراوتر ويعمل ايه؟ ويعمل له كونفيجريشن ويأكسسه. تمام؟ خمس فتحات ممكن 5 يخش مع بعض يا ابو حميد من بعيد من اماكن مختلفه ويعملوا كونفيجريشن مع بعض في نفس الوقت. طب لو كنت كتبت لاين بت واي 0 بس ما كانش حد يقدر يخش غير واحد، يعني روتا جاي يخش واحمد موجود ما يخشش الا لما احمد يخرج. طب عايز روتا واحمد الاثنين يقدروا يخشوا مع بعض في نفس الوقت، وده من كليه وده من كليه، يبقى لاين بت واي من 0 مسافه 1 كده. انا كتبت 2 تمام، يبقى ده عدد السيشن اللي بتتاكتف على مين؟ على الراوتر. كده انا قفلت يا جماعه البورتات اللي الراجل ممكن يقدر يعمل منها مانجمنت. طب ما هو ممكن بعد ما يخش يعني يجيب الباسورد الاولانيه دي ويخش اهو، اكزيت 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 ويكتب سيس ان ايه يعرفها يلقطها. عايزه لما يجي يخش من المود الاول للمود الثاني يقول له اكتب باسورد باسورد تاني. انا عايز اقفله ايه المود التاني عشان ده المهم. انا هعمل باسورد للانيبل اهو اللي هو للمود التاني. ازاي بعمل باسورد للانيبل؟ في طريقتين، طريقه بنت حلال وطريقه بنت حلال برضو، بس واحده كويسه واحده احسن منها يعني. تمام؟ ها بص كده معايا، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل باسورد للانيبل للمود التاني. في عندنا كوماندين، كوماند اسمه enable password، وفي عندنا كوماند تاني بيسموه enable secret. الاثنين موجودين، واحده اسمها enable password والثانيه اسمها enable secret. الاولانيه بيعمل لك باسورد ايه؟ بلان تكست مش متشفره. اما ده معلم بيعمل لك باسورد ايه؟ انكريبتد متشفر. تعال نعمل الاول الاولانيه اللي هي الوحشه وبعدين نعمل اللي بعديه. يلا اهو جيت انا هنا رحت عامل ايه؟ انيبل لا اي كونفيجريشن بتغير في الراوتر بتعمل من على المود الثالث او الرابع اهو. كونفيجر مسافه ايه؟ تيرمينال. لما جينا ده نحط باسوردات دخلنا على الثالث. لما جيت اغير اسم الراوتر عملت على الثالث. طب التالت ده فين؟ ترابل شوتنج بس اشوف بس ايه اللي موجود. تمام؟ وبعدين اعمل انيبل باسورد سيس ان اي. حلو؟ انيبل باسورد سيس ان بي، اي حاجه يا عم اهو. وطبعا اخر كوماند انت كتبته بايه؟ بيمسح اللي قبله. يبقى دلوقتي الباسورد بقى المود التاني كام؟ سيس ان بي. يبقى انا دخلت خرجت اهو اكزيت اكزيت عملت سيس ان اي. راح مدخلنا على شبين انيبل اكتب الباسورد الثانيه سيس ان بي بقى سيس ان بي راح مدخلنا الثانيه صح؟ اه تمام اهو اخر واحده كاتبها يا ابو حميد هي سيس ان بي اهي. بس الباسورد دي اي كلام، لو حد عداها او لو انا كنت ببرمج الراوتر مثلا وجالي تليفون ومشيت ورضا راح داخل على الراوتر وانا فاتح له الراوتر اهو، ماوس دي بقت بت اهو وحد عمل كده شو مسافه رانينج. الكوماند ده مهم جدا 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 يا باسم. شو مسافه رانينج كونفيج بيجيب لك كل البرمجه اللي مكتوبه على الراوتر. انا لو انا مش لو انا شغال في شركه وجاي مثلا اشوف الاجهزه عندكم عشان افهم ايه اللي مكتوب عليها لازم اكتب الاول شو مسافه رانينج، يجيب لي الكود اللي انكتب على الراوتر ده كله.
شوف كده لو حد عمل شو مسافر رانينج والله الراجل ده دخل كتب هوست نيم شبين كتب انيبل باسورد سيس النبي يا نهار ابيض ده الراجل دخل شاف كل حاجه دخل كتب لاين كونسول سيس ان ايه كتب اوكسيلري 1 2 3 كتب في تي واي ما اعرفش اه بس هو المشكله ان هو يخش للمود الثاني ما انا عامل له باسورد اه ومشيت مثلا لا وكمان انا هقول لك بعدين ان شاء الله في طريقه تخش بقى على الثاني من غير ما تعدى على الباسورد لو انت بتعمل حاجه اسمها باسورد ريكفري فممكن الراجل يخش على حاجه اسمها باك دور كده في الراوتر ويخش المود ده مش مهم يعني هقول لكم عليها بعدين ازاي اخش حسن من غير ما اعدى على الباسورد اه تمام كده بس لازم يكون بكابل الكونسول الطريقه اللي انا بقول لك عليها باك دور دي ان انت تخش عليه لازم بكابل الكونسول يعني ايه يعني انت معدي على الموظف بتاع الاكل ازاي ما اعرفش ايه وطلعت فوق فتحت الكابينه بتاع الراوتر وتعلقت بكابل الكونسول تمام فده طبعا طالما وصلت للراوتر جوه في مبدا عندنا في الاي تي وصلت للجهاز خد وامشي بس خلاص صح الله ينور عليك ماشي بالظبط ما انا بقول لك يعني بس دي مش دعوه يعني للسرقه يعني مش تروح تفضل الاجهزه وتقول انا وصلت ليها تمام مبدا يعني اه انت وصلت للجهاز والكابينه مفتوحه يا معلم يبقى الراجل بتاع الاي تي دوت يعني ايه تظبطه زي ما انت عايز وسيب لي الفيزيكال سكيورتي مفتوح يعني ليه مش قافل الكابينه بمفتاح تمام طالما الكابينه مفتوحه قدامي لا باسورد تنفع ولا اي حاجه ينفع بكابل الكونسول تقدر تعمل بيه اي حاجه حلو تمام طيب بس كده كل الباسوردات بتاعتنا ايه يا جماعه مش شفاره جبتها بكوماند اسمه ايه شو رانينج طب انا عايز اخلي الباسورد متشفره خلاص استخدم الكوماند الثاني مش احنا قلنا في اتنين كوماند كلها استنى بس عليا روق عليا اصبر بس كده سكيورتي يا ابني اصبر اصبر بس اصبر بس اتقل انا عايز الباسورد دي انيبل الباسورد دي تبقى متشفره وبعد كده هقول لك ازاي تشفر بقيه الباسوردات الثانيه طيب شيل الكوماند ده وحط الكوماند الثاني اي كوماند بيتلغي في سيسكو بلغيه ازاي نفس الكوماند وقدامه كلمه نو هل يبقى اي كوماند عايز الغي في سيسكو هو نفس الكوماند اللي انت كنت كاتبه وقدامه كلمه ايه نو انا عايش ومش عايش تمام كده بالظبط هو عايش ومات بعدين خلاص نفس الكوماند انيبل باسورد نو انيبل باسورد مش معنى اللي اعترضت عنها يعني تمام كده اهو هيجي اخش اهو انا كنت كاتب انيبل باسورد صح كده كنت كاتبها فين على المود التالت عايز اشيلها يبقى نو انيبل باسورد يا سلام اهو خلاص كده انيبل باسورد انشالت ما عادش فيه باسورد خلاص يا عم اهو بص اخرج بره عشان اثبت لك ان انا صح اهو خرجت بره خالص الباسورد دي بتاع الكونسول اللي هي اساس ان ايه وبعدين انيبل ما عادش فيه باسورد اهو يا عم بس اي كوماند عايز تشيله كلمه نو قبلي تعال نكتب الباسورد الثانيه بقى اللي هي ايه اللي هي انيبل سيكريت سيس ان اي حلو يبقى الكوماند اللي بيشفر لي الباسورد للانيبل اسمه ايه انيبل سيكريت سيس ان اي يبقى انيبل باسورد ده بيعمل لك باسورد ايه بلان تكست تكست مش متشفر اهو بلان تكست او ساعات بيسموها كلير تكست تكست كده يعني حلو في مشكله كده عند حد طب هنعمل انيبل سيكريت سيس ان ايه تعالى بقى نشوف هيشفرها ولا لا اهو اكزيت اكزيت تعالى خش سيس ان ايه الاولانيه انيبل سيس ان ايه الثانيه طب لو حد دخل عمل شو رانينج ادى سيس ان ايه بتاعتك يا عم انضربت في الخلاط بقت عصير موزه اهي هو ممكن اخد عصير موزه خد يا باشا خد كوبي كده وحطها مكانها مش هيرضى مفيش الكلام ده الهاش ده الهاش اللي خارج من الالجوريزم تمام يعني لو خد ده كوبي ده مش معناه ان ده سيس ان ايه حلو كده اتشفرت بالجوريزم اسمه ام دي 5 اهو الجوريزم شايف كلمه 5 دي اهي بتاع واحد عمل الالجوريزم ده الالجوريزم ده بيشفر الباسوردات والحاجات دي اسمه ايه اسمه مسج دايجست 5 اهو مسج دايجست ايه مش عندكم ليه انا والله شغال عندي
5 6 6 7 8 9 10 لا شغال. ايه طب اعمل برنامج تاني عندك. ها عمك دايجس ده عشان الالجوريزم اللي عمله ده خد جايزه نوبل. اي والله وبالك يا سيبك بقى من السيسي احمد اللي تمام. ده المسج دايجست فايل دخله كلمه السر من هنا تمام اهو ده اهو الام دي 5 اهو بتدخله كلمه السر من هنا وهو بيتدخل معاه حاجه اسمها مفتاح كده محدش يعرفه يطلع لك هاش هاش حاجه كده مضروبه في الخلاط محدش يعرف ياخد الهاش ده ويرجعه لاصله تاني. لا حد يعرف شفرات ولا شفرات مين يا عم ولا بتاع مين ليه دي فايف ده معمول من السبعينات ما انضربش غير في 2013 لما الكي طول الكي يكون 256 بت لو عليته في كي دوت يوصل لحد 2840 بت لحد الان ما حدش بيعرف فوق تمام. امال خوخ جايز يتوبل في ايه؟ بص بص انا عايز اقول لك على حاجه يا محمد يعني ايه خليها بره خلاص كده يا جماعه يلا. الام دي 5 ده بيشفر لك الباسوردات تعالى بقى شوف كده. بس المشكله لو انا عملنا شو راننج كونفيج هلاقيه هو شفر الباسورد بتاع الانيبل سيكريت اما بقيه الباسوردات يا معلم منوره قدامك اهي تمام. الباسوردات بتاع البي تي واي وبتاع الكونسول وبتاع الاوكسيلاري. طب انا لو عايز اشفر كل الباسوردات اللي مش شفره على الراوتر سيسكو عملت لك بقى كوماند واحد تكتبه يشفر لك كله حتى لو انت ما شفرتش كوماند تاني. الكوماند ده اسمه ايه؟ اسمه سيرفس. يا عم انا بكتب مش هو يكتب ليه؟ يا عم ما انت بتكتب في المود الغلط. كونفيجر الاول ايه؟ تيرمينال سيرفس باسورد انكريبشن كتبته يا معلم كل الباسوردات اللي موجوده انت شغلت الخلاط خدها حطها هقول لك بس انت عايزه حطها في الخلاط وفرمها اللي هو سيرفس باسورد انكريبشن ده. طب ولو انت جاي تكتب من اول وجديد تاني باسورد جديده هيفرم ما الخلاط شغال تمام. طب جيت وقفت الخلاط وقفته ازاي؟ قلت له نو سيرفس باسورد انكريبشن اللي انضرب في الخلاط ما ينفعش يرجع. فخليك ناصح بقى كده اللي اتشفر اتشفر اللي اتشفر ايه؟ اللي من اول ما وقفت الخلاط بقى اللي هينكتب بعد كده هو اللي مش هيعمل شفر. وضحت؟ هو حد يكون في دماغه ان انا لما اعمل نو سيرفس باسورد انكريبشن الباسوردات دي كلها ترجع تشفيرها؟ لا يا معلم لما تيجي تغيرها بقى هعملها لك من غير تشفير. يبقى لو عدت الكوماندات هيتكتب من غير تشفير. يبقى السيرفس باسورد انكريبشن بيشفر اللي قبله واللي بعده مش الخلاط شغال بيدور على كل الباسوردات اللي موجوده اللي مش مشفره يفرمها. حلو؟ عايز انت توقف وقفه على عينه على راسي بس الموزه لما بعد ما اتعمل عصير مش هتعرف ترجعها موزه تاني. صح الكلام؟ بس خلاص كده بالظبط. بس يا عم والنبي والنبي الله يكرمك شو راننج بقى كده اعمل شو راننج كده شوف يا معلم ادي الباسوردات بتاعتك بعد ما اتشفرت اهي تمام. يبقى الباسورد عندنا اسمه ايه اللي بيشفر كل حاجه؟ اسمه سيرفس باسورد انكريبشن. حلو الكلام. في مشكله عند حد لحد الان كده لا سمح الله في مشكله عند حد؟ لا. اه طيب الحاجه بقى اللي جايين عليه عايز احط لك بانر. يعني ايه كلمه بانر؟ بيقول لك هناك في امريكا القانون بتاعهم بيقول القانون بتاع الاي تي ان انت لو دخلت عملت هاكينج على اي جهاز او اي حاجه ومحدش كان محذرك ما يبقاش عليك جنايه. يعني مثلا انت عامل جراج فالجراج كان مفتوح دخلت ركنت عربيتي وانت كاتب ان ممنوع تركن في الجراج تمام. انت كاتب ممنوع تركن قدامي هنا؟ لا. فلو انت مش كاتب لي رساله تحذيريه على الراوتر قبل ما اخش عليه او كلام من انت تحذرني انا ممكن اخش والعب في الراوتر زي ما انت عايز. فبنعمل حاجه اسمها بانر. بانر دي فايدتها ايه؟ تعمل اعلان كده تكتب في الرساله انت عايزها والنبي الله يخليك الراوتر ده بتاع غلابه و... اي حاجه يعني اي رساله اي رساله انت عايزها يعني صح كده تمام. زي واحد كان كاتب لك ايه عارف انت اللي هي الشروط بتاع الصلاحيه ما اعرفش ايه انا اوافق وما اعرفش ايه اقسم بالله ان انا شارد برنامج ولازم اتعلم كده وعلى حسب يوم القيامه.
اي اعلان يا عم انت عايز تكتبه. بعمله ازاي البانر ده؟ باجي على الراوتر اهو، عايز اعمل اعلان عشان لما حد يجي يخش عليه يقرا البانر ده، عشان انا بحذرت الناس، هقول له بانر يا عم على المود التراب التالت او كونفيجر تيرمينال بانر مسج اوف ذا داي، هو كده اسمه كده بانر ام او تي دي. وبعدين بفتح شباك واكتب رساله انا عايزها اهو، باراجراف كامل اهو، رساله انا عايزها بقى، اي رساله انا عايزها اهو، تمام، اي كلام انا عايزه، عايز اي كلام عايزه يبان اهو اهو، صفحتين كلام والشركه وسياسه الشركه وما اعرفش ايه. بعد ما تخلص الرساله بتاعتك اقفل بشباك، تمام، ده الكومنت او رساله اهو بانر ام او تي دي. وبعدين بفتح بشباك واكتب البانر اللي انا عايزه، الاعلان اللي انا عايزه، واقفل بشباك. طب انا لو عايز احط الشباك في الرساله يبقى تفتح بدولار ساين علامه الدولار وتقفل بعلامه الدولار. طب عايز احط الدولار ساين في الرساله، افتح بالاد بتاع الميل واقفل بالاد بتاع الميل، اي رمز افتح بيه اقفل بيه. حلو يا معلم، وانتر بس كده، خد رساله منه. الرساله دي تبان امتى؟ والراجل داخل بقى اهو، تعال ناخد ده كوبي الكوماند ده ونحطه فين يا محمد اهو، الفيديو معاك النهارده، تقعد تتسلى بقى وتنفذ الكوماندات دي. تعال اخرج كده، اكزت اكزت انتر. يا نهار ابيض، شايفين؟ قبل ما تخش خالص على الراوتر الرساله اهي، سيس ان ايه انيبل، سيس ان ايه كمان مره، دخلنا على الايه. حلو الكلام كده، في مشكله كده. طيب الراوتر بتاعنا بيبقى له ساعه، عايز اضبط الساعه بتاع الراوتر، وانا ما اعرفش الكوماند، الكوماند اسمه كلوك، بس انا ما اعرفش ايه اللي بينكتب بعد الساعه. تعال نظبط الساعه بتاع الراوتر كده، نكتب كلوك. وعلى فكره الكوماند ده بالذات على المود الثاني، ما اعرفش ايه اللي بينكتب بعد كلوك، كلمه ست. طب ما اعرفش ايه اللي بينكتب بعد ست، يبقى كوتشن مارك علامه استفهام، بينكتب ساعه، دقايق، ثواني، شايفين؟ اتش يعني ساعات، ام يعني دقايق، اس يعني سكند. الساعه كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 52 دقيقة، يعني 14 51 اصفار. طب وبعدين بينكتب اسم اليوم، النهارده كام؟ 11 11 ايه؟ نوفمبر. وبعدين السنة 2000 وكام؟ و16 اه 2016 اهو. طبعا انا بعمل سهم فوق، لو عايز اعيد الكوماند تاني سهم من الكيبورد، سهم فوق كده. انا ظبطت الساعه بتاع مين؟ بتاع الراوتر ده او السويتش. طب هستفيد ايه لما اظبط الساعه؟ عشان لما في اي رسائل او اي مسج بتنبعت من الراوتر للسيرفر اللي بيجمع اللوجات، بيجمع الرسائل، تجي له بالتايم والديت المظبوط، صح كده؟ مش انا بجمع رسائل تطلع لي من السويتشات والراوترات بتاعتي على مستوى الجمهوريه على سيرفر هناخده بعدين ان شاء الله، اسمه اس ان ام بي سيرفر، اس ان ام بي سيرفر، هقوله لك اهو. اهو يبقى ده كده ايه يا جماعه؟ ده الساعه اهو، كوبي اهو. حلو، يبقى في سيرفر عندنا يا شباب هناخده بعدين ان شاء الله نعمله. انت عندك راوترات وسويتشات في كل حته، كل حته في الجامعه اهو. حلو كده، راوترات اهي وسويتشات، مش معقول يعني هتروح تلف على راوتر راوتر تشوف حلو ايه؟ هتعمل سيرفر في مكان رئيسي، ده اللي بيجمع كل الرسائل الايرور والحاجات دي كلها. اسمه ايه السيرفر ده؟ اس ان ام بي سيرفر، اختصار كلمه ايه؟ سيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول. بيجمع اي رساله تطلع من عند الراوتر او السويتش يرميها لك على السيرفر ده في الموقع المركزي بتاعك، تمام؟ ليه؟ لان مثلا في اسوان انترفيس وقعت فتحه ضلمت، كانت منوره وضلمت من الراوتر، يقوم باعت لك يقول لك الانترفيس اللي اسمها الفلاني كذا كذا الواخده اي دي كذا وقعت، تخش انت بقى من بعيد تشوف ايه حكايتها، الكهرباء انطفت ولا ايه اللي حصل. يبقى اي رسائل الراجل بيطلعها السويتش او الراوتر عشان يقول لك ايه اللي بيحصل عليه، هو بيجمعها. واحد شد جهازه من على السويتش وحط جهاز تاني، بعت لك لوج على طول.
يقول لك في ماك فلان اتغير في الحته الفلانيه. حلو الكلام كده. في مشكله كده عند حد تمام. طيب لو انا عايز احط للانترفيس اي بي خلاص اخر حاجه ناخد بريك كده ونرجع تاني. لو انا عايز احط الانترفيس اي بي ازاي يا معلم؟ مش احنا عملنا المره اللي فاتت شبكتين، شبكه اهي وشبكه اهي، وهنا كان في شويه اجهزه، هنا كان في شويه اجهزه، وقلت لك الشبكه دي هيبقى 192 168 1 0 والشن 192 168 2 0. الشبكه دي هدي لها اي بي 1 1، الشبكه البورت ده هدي له اي بي 2 1. مش كل بورت من بورتات الراوتر يا جماعه بياخد اي بي من الشبكه اللي هو فيها، صح الكلام؟ تعال عايزين نعمل الكلام ده يا معلم. طب هو سلاش 24 دي معناها ايه؟ حد يقول لي؟ حد فاكر السبنت ماسك لما اقول لك الشبكه دي 24 تبقى كام يا معلم؟ 255 دوت زيرو. تمام تمام، عدنا فيها كتير المواضيع دي. تعالى كده نشوف بقى ازاي نكتب اي بي. يلا ادي الراوتر اهو، عايز احط عليه سويتشين. حلو قوي يا معلم، اهو ادي سويتش وادي التاني، وعايز اخلي السويتشين دول يكلموا بعض، يعني الاجهزه اللي عليهم تكلم بعض. احنا خدنا دلوقتي ان الكابل اللي ما بين السويتشات بيبقى نوعه ايه؟ ستريت. الكابل ده ستريت، الكابل جنبه ده كروس، الكابل ده كونسول. حتى بيكتب لك تحت يا عم باسم اهو، بيكتب لك هنا كده اقول لك ايه؟ كابر ستريت. ده كابل كابر اللي هو بيفعل ايه ده؟ كروس. ده كابل فايبر. ده كابل سيريال اللي هو الازرق. اهو ده سيريال. تمام؟ طيب خلينا نجيب ستريت اهو. ولو عايز يبقى شغال معاك يبقى اضغط كنترول. لان انا هشد كابلين. هذا كابل وده التاني اهو. طبعا ايه؟ ده احط 192 168 كام؟ 2 0. انا بحط اسم الشبكه هنا، ده ملهاش اي لازمه، ده ليبل بس. ليبل يعني ايه؟ كومنت كده، تعليق كده بس يعني. اهو. كده مش معناه ان انا حطيت اي بي يعني. خد بالك بقى معايا كده عشان ما تبقاش ايه احول والنبي. هي ال 1 0 دي محطوطه يمت مين؟ 0 على 1. كل بورت على الراوتر له رقم اهو. يعني انت لو جيت تقرا كده هتلاقي البورت ده اهو شايفين مكتوب تحته ايه؟ اف اي 0 على 0. شايفها ولا لا؟ اف اي 0 على 0. في اف اي 0 على 1. تمام؟ اهو. فانت لما تحط المكان اللي تحط فيه الكاب تمام كده اهو. شوف كده؟ اهو. اف اي 0 على 0. اف اي 0 على 1. تمام؟ اهو. انا بقول اف اي 0 على 0 ولا اف اي 0 على 1؟ ها؟ اف اي 0 على 0 ولا اف اي 0 على 1؟ صح كده؟ اهو. وده ما فيش غير لمبات بس تمام. ده سويتشين. طب انا عايز ازود احط كروت ثانيه. بس هو جاي من المصنع بسويتشين ويربط لك الفرع، الفرع ثاني في سيريال كمان اهو. عشان اشد من هنا لايه؟ لفرع في طنطا، فرع في اسكندريه. تمام. طيب يعني انا اللي حطيت السويتش الاولاني في الزيرو على زيرو الاولاني صح؟ فلما تيجي تبرمج الزيرو على زيرو البرمجه 2 1، وانت اللي حطيت الكابل بتاع الزيرو الثاني فين؟ في الزيرو على 1. وعايز زيرو اي بي كام؟ 1 1. تمام. يبقى هخش على الريبورت بتاع كل 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 سويتش، هعمل كونفيجر مسافه تربل. اخش جوه البورت ازاي؟ بكتب كوماند اسمه انترفيس. نوع البورت ايثرنت ولا نوعه سيريال؟ لا نوعه فاست ايثرنت. طب ما هو ممكن الراوترات الجديده يكون فيها جيجا، تكتب جيجا ايثرنت. طب انا كنت موصل الكابل في السيريال، لما هنعمل كمان شويه يبقى اكتب سيريال. يبقى انترفيس ونوع الايه؟ ونوع الكارت. وبعدين رقم الانترفيس اهو 0 على 0. هو 0 على 0 تبع مين؟ لا 0 على تبع الاثنين صح؟ انت اللي موصله، هو انا اللي موصل، انت اللي موصل يا عم. اكتب بقى الاي بي ادرس. الكوماند اسمه اي بي مسافه ادرس، وهدي له اي بي اهو. واحد ولا ينفع دول 2 0؟ 2 0 ده رقم الشبكه، ما حدش بياخده، لا في حد بياخد اول واحد ولا اخر واحد، لان اول واحد نتورك واخر واحد برودكاست. هديله 1 1 شغال، 1 100 شغال يا عم باسم، 1 254 شغال، اي رقم بس ده هيبقى الجيت واي بتاع الشبكه دي.
تمام. طب وبعدين السبنت ماسك اهو رقم الاجهزه اللي هو الجيت واي اللي هو طلع اللي هو الله يكرمك بتاع السويتش ده بتاع السويتش اليمادي اهو بقى سويتش اليمادي الجيت واي بتاعه كام 2-1 تمام تمام. وبعدين باي ديفولت يا جماعه باي ديفولت كل البورتات بتاع الراوتر مقفوله وانت لازم بعد ما تحط لها اي بي تفتحها وكل البورتات بتاع السويتش مفتوحه ولو عايز تقفلها انت بتقفلها. يبقى انا اول ما بوصل السويتش شايفين كده بصوا اهو جبت جهاز اهو ووصلت في السويتش اهو بص يا معلم البورت بتاع السويتش ده 50 ثانية بالظبط وهناخدهم ان شاء الله بعدين 30 ثانية بالظبط هينور اخضر اهو ننتظر بس 30 ثانية يا جماعة هتلاقي نور اخضر معاك دلوقتي هو بيقعد 30 ثانية ونور اخضر بتاع السويتش هقول لكم ايه قصة 30 ل 50 ثانية دي في شابتر لوحدها. ثلاثين ثانية يا ابني لسه ما عداش 30 ثانية بتاع الراوتر بقى لو قعدت من هنا لبكره مش هينور معاك. ليه؟ لان البورت بتاع الراوتر مقفول باي ديفولت اما البورت بتاع السويتش مفتوح باي ديفولت. طب البورت بتاع الراوتر لو عايز افتحه اعمل ايه؟ قال لك تعمل كوماند بدل ما تحط الاي بي اسمه نو شوت داون. نو ايه يا شباب؟ نو شوت داون اهو وينتر. حلو الكلام كده؟ كده انا حطيت الاي بي ما انت كنت نايم عمال تزك في رضا. لا والله ما كنت انا والله مركز. ركز والنبي يا احمد والنبي ركز والنبي ما تعبنيش يا احمد بقى ركز بقى. بص يا معلم البورت بتاع الراوتر بيبقى مقفول بيبقى معمول له شوت داون ماشي ولازم عشان انوره اعمل له نو شوت داون عشان ينور يعني عشان ينور معاك بعد ما احط الاي بي اعمل له نو شوت داون. اما البورت بتاع السويتش من غير ما تحط نو شوت داون مفتوح 30 ثانية. طب انا لو عايز اقفله اخش جوه البورت بتاع السويتش واكتب له ايه؟ شوت داون يوم قافل تمام؟ اهو راح الراجل ده ايه؟ منور اهو يا عم اخضر اهو. طب انا عايز احط هنا اي بي اخر حلو حلو نخش بس ما تبقاش غشيم بقى انت جوه الانترفيس اخرج الاول وخش جوه مين؟ الانترفيس الثانية اللي هي 0/1 اي بي ادرس 192 168 1-1 اهو ونشط داون يا برنس اهو راح منور راح خد ده كوبي انت كده ظبطت الشبكتين الاثنين حطهم هنا بس بس يا سيدي وصل هنا شوية أجهزة وهنا شوية أجهزة الدنيا هتنور معاك أهو. يلا يا عم كابل من هنا الضم في السويتش ده وكابل من هنا الضم في السويتش ده بس خد بالك بقى تعال نحط بقى ايباد الرجاله دول هياخدوا اي بي من كام؟ من 2 والرجاله دول هياخدوا اي بي من كام؟ 1 اهو يبقى ده 192.168.2.2 والجيت واي بتاعه هيبقى كام؟ 2-1 بس يا سيدي الراجل اللي بعده هيبقى كام؟ 2-3 اهو 2-1 طب الراجل ده يبقى 1-2 صح الكلام كده؟ شبكة 1-2 الجيت واي بتاعه كام؟ 1-1 قشطة يا معلم كده زي الفل اهو الراجل اللي بعده 1 كام؟ 1-3 اهو 1-1 صح كده؟ دلوقتي المفروض يكلموا بعض بقى الراجل ده عايز يكلم الراجل ده ماله يا عم مش كلم اه سيميوليشن الاول اهو يلا يلا
دي كأنك عملت بينج بالظبط. طيب ممكن نعمل بينج خش على ريال تايم، انا عايز اخلي ده يكلم ده شغال سي ام دي بينج مسافه 192 168 1 1 2 تقريبا. اول واحده هتطلع بره بعد كده شغال. مين بقى الشاطر يقول لي اول واحده بره ليه؟ عشان لسه ما جابش الماك بيعمل ارب. على ما جه يعمل ارب مش انت قلت لك اول بيبقى معاك اي بي؟ انت معاك الاي بي وانت اللي مديله اي بي اهو، قلت له بينج على 1 2 بس هو لسه ما جابش الماك بتاع 1 2 فيروح يعمل ارب ريكوست والراوتر يرد عليه بارب ريبلاي، هيكون التايم بتاع اول رساله راح. بعد كده بقى خلاص وخكيش وعنده صح؟ ده هي اول واحده بس في عمره على ما يكاش الماك بتاعه اهو صح؟ وعارفين الماك ده كنا بيجيبه ايه؟ ارب داش ايه؟ ايه؟ قال لك 2-1 الماك بتاعه اللي هو الماك بتاع الراوتر، يعني ده في شبكه ثانيه. نقفل الفيديو ده وناخد البريك بتاعنا ونتقابل.